اليوم شفت فيديو، الفيديو هذا بيورجي الفرق بين المدارس اللي موجودة بالصين والمدارس اللي موجودة بأمريكا. شوفوا كيف الأطفال اللي موجودين بالصين شو بتعلموا وكيف عندهم نظام، وشوفوا كيف النظام تاع الأطفال اللي موجودين بالمدارس بالغرب. عرفتوا ليش لما يسألوا الأطفال اللي موجودين بالصين شو بدك تكون لما تكبر؟ بيحكوا بدي أكون دكتور، بدي أكون طيار، بدي أكون مهندس. ولما يسألوا الأطفال اللي موجودين بالغرب شو بدكم تصيروا لما تكبروا، بيحكوا بدنا نصير قطة. وبيصيروا قطة بعدين لما يكبروا، لازم الناس يحترموا إنهم هم قطة، لأنه من الصغر بيعلموهم كل هاي الأشياء. فما ذنبهم هم؟ ذنب غسيل المخ اللي قاعد بيدخل براسهم من هم وصغار. زي ما انتم شايفين كيف استقبلوا هدول الأطفال بالمدرسة بالغرب بأعلام الفوفو بويز، عم بيعلموهم كيف انه هذا الاشي عادي، بيورجوهم كيف انه عادي تكون انت من هاي الناس. فالاولاد لما يشوفوا هاي الاعلام بتشجعوا يصيروا زي هيك، لانه هذا الشيء بوجههم. مثلا كيف لما طفل صغير يكون بيحضر سبايدر مان، بيشوف سبايدر مان راح على مكان موجود فيه واحد متنكر كسبايدر مان، بصير هذا الطفل بده هو يصير سبايدر مان لما يكبر، لانه قاعد بيشوف هذا الاشي قدامه، فبصير بنفسه يصير نفس هذا الكبير اللي قدامه، بيشوفه اشي حلو، بيشوفه اشي واو. ونفس الاشي قاعدين بيعملوه بالاطفال اللي موجودين بالغرب، بيخلوا الأطفال هناك يشوفوا إنه هاي الأشياء عادية، الفوفو بويز إشي عادي، وبعدين بس يرجع الطفل البيت بيحكي لأمه وأبوه هذا الإشي عادي. لو أمه وأبوه هم ما بيرضوا بهذا الشيء، مش مغسول مخهم، وبيحكوا لطفلهم ما بصير أنت تعمل هذا الشيء لأنه هذا الإشي غلط، طفلهم بيكون خلص وقتها رايح فيها، وبصير يشوف أمه وأبوه يا أخي هدول كبار بالسن، هدول ما بيفهموا، هدول عقلهم قديم، وعشان هيك بيحكوا هذا الكلام. وبالآخر الطفل هذا بس يكبر بيتحول، والذنب بالآخر مش على أمه ولا أبوه، الذنب على المدرسة والحكومة اللي بتروج على هاي الأشياء بكل مكان بالعالم. فعشان هيك الله يعين أي حدا بالغرب قاعد بيحاول يربي أولاده. شفت مثال لطفل هيك صار فيه، مغسول مخه على الآخر. It scares me. It scares me. Guys. I'm scared. I'm losing all my friends. I don't have a lot of friends right now. I don't, and I'm going through so much mental issues right now, and I'm just so scared. I'm scared of everything. I'm scared of everything. I'm scared people are gonna come and cheat on my school because I made the mistake of wearing my school uniform in like half of my videos on my old account. زي ما انتو شايفين متربي على هاي الاشياء. هو هذا الولد كمان بينزل دائما اشياء بالانترنت، فوفو بويز يعني، من هو صغير خلاص متعود على هاي الأشياء، بينزل وهو بيعمل حركات بنات، بينزل وهو بيرقص رقصات بنات، فخلاص يعني هو واضح الطريق اللي ماشي فيه، واضح انه مغسول مخه على الآخر. وطالع بهذا البث قاعد بيبكي قدام الناس وبيحكي لهم كيف انه هو كتير خايف. من شو خايف بالضبط انا ما بعرف. في واحد كاتب على الفيديو انه هو خايف من الناس السعوديين، شو يعني خايف من الكلام العربي اللي عم بتشوفه بالشاشة تاعتك؟ كيف خايف من كلام؟ كيف خايف من شاشة؟ في ناس زي هيك. احنا بهذا الزمن 2024 كل اشي بصير. كيف هذا الطفل عنده اصلا سوشيال ميديا؟ لساته صغير، مبين عليه عمره 11 سنة 12 سنة، كيف عنده سوشيال ميديا وبيفتح بالسوشيال ميديا لايف وبيحكي مع الناس؟ اكيد راح يتأثر. ليش عندك سوشيال ميديا؟ وين اهله يا اخي عنه؟ امه وابوه كيف عاطينه حساب بالسوشيال ميديا ومخلينه كمان يفتح بثوث ويحكي مع الناس بالبث المباشر وعادي؟ طالع بيعطي الناس مشاعر وبيحكي لهم كيف انه هو كتير خايف، خايف من كل اشي قاعد بصير، خايف حتى يروح المدرسة. هو خايف يروح المدرسة، انتو عارفين ليش يعني، اكيد رح يتنمروا عليه وهو بينزل اشياء بالانترنت تاعت فوفو بويز، بيرقص زي الفوفو بويز وبيحكي زي البنات، فاكيد رح يتمسخروا عليه الاولاد. الانترنت طبعا ابدا مش راحمه، دائما بتنمروا عليه، والغلط مش عليه، الغلط على امه وابوه لانهم عاطينه تليفون ومخلينه يفتح حساب انستغرام وينزل هاي الاشياء وما بينبهوه، بيحكوا له كيف انه هذا اللي انت هلا قاعد تسوي غلط، ما بصير هيك تعمل لأنك أنت ذكر، فلما تسوي هيك أشياء أكيد الناس راح يتمسخروا عليك لأنك أنت مش مخلوق كأنثى، أنت مخلوق كذكر، فلازم تتصرف كذكر، وقتها الناس ما راح يتمسخروا عليك. في واحد كمان شفته هذا كبير بالسن مغسول مخه وفيه إشي، مستحيل يكون يعني هذا طبيعي، مليون بالمية فيه إشي، مريض نفسيا، وطالع بيهدد الناس بالإنترنت وبيحكي لهم كيف إنه أي حدا راح يوقفني أدخل لحمام النسوان
راح يشوف شو راح يصير فيه، لأنه هو ذكر وبده يدخل حمام النسوان لما يكون برا، ولو حدا حاول يوقفه بده يطخه. I'm a 40-year-old transgender lesbian. I dare you to try and stop me from going into a women's bathroom. This is a call to action. You need to arm up. Plain and simple. The time to act is now. I do not fear Christians, I do not fear conservatives, I do not fear evangelicals, and I do not fear Republicans. You're going to know what fear actually feels like. There are lots of people like me who are not afraid to die. You've been warned. بيهدد بالناس وبيهدد هو بالذات بهذا الفيديو كان الأبهات يلي ما بيخلوا المتحولين يدخلوا الحمام مع بناتهم. مثلا في أب بيكون عنده بنت، البنت هاي بدها تدخل الحمام، فأكيد لما بنته تكون جوا الحمام ويشوف هو في رجال متحول بده يدخل على هذا الحمام ما رح يخليه يدخل. وكتير صارت هاي القصة، وهدول ما بيعجبهم المتحولين انه كيف انت ما عم تخليني ادخل لحمام النسوان. بتعرفوا انه بامريكا بالغرب عملوا حل هاي المشكلة وحطوا حمام عليه علامة هدول المتحولين وهدول الناس الغريبين عشان هدول يدخلوا على هذا الحمام؟ انتم متخيلين انه لهاي الدرجة وصلوا من التفاهة؟ عشان ما يزعلوا هدول المتحولين عملوا حمام خاص فيهم، وهذا الحمام المفروض يكون موجود بأي محل مفتوح. إذا ما عندك هذا الحمام بمحلك أنت بتأكل مخالفة، ما بتقدر تضلك فاتح هذا المحل وعادي. لا، بيجوا بيراقبوا بيشوفوا عندك هذا الحمام ولا لا، لو ما عندك بتأكل مخالفة. كيف أنا بعرف هاي القصة؟ في حدا بيقربني عنده محل هناك بأمريكا بلوس أنجلوس، المطعم اللي عنده إياه اضطر يحط فيه هذا الحمام، ما بيقدر لأنه بيأكل مخالفة غصبا عنه. يعني مش أنت لو ما بدك تحط لا عادي، لا بدك تحط غصبا عنك لهاي الناس، حتى لو أنت ما بتآمن أنه هاي الناس هم هيك جد نسوان ولا هاي الناس أنت بتشوفهم مجنونة، بدك تحط هذا الحمام غصبا عنك. قاعدين بيعززوا لهم، وعشان هيك هدول قاعدين بياخذوا وجه وبيطلعوا بيعملوا هاي الاشياء وبيحكوا هاي الاشياء. انا بتحدى اي حدا يوقفني. شوفوا كيف وجهه يا اخي، شوفوا كيف شكله، مش ضابط عليك ابدا اصلا. ما في حدا راح يشوفك كانثى، مستحيل حدا يشوف هذا الشكل قدامه ويحكي هاي انثى. شكلك زي استاذ الرياضيات يا اخي، ما دخلك باي انثى، ما دخلك بالانوثة ابدا. وكمان مش عاجبك انه الناس ما بدهم اياك تدخل حمام النساء. يا اخي خلص يا اخي، اقعد عيش بهذا الوهم لحالك، لازم كل الناس يعيشوا بالوهم هذا معك. من كتر التعزيز يلي بياكلوه هناك بالغرب هاي الناس عم بيطلعوا بأشكال جدا غريبة. بتلاقي ناس عاملين حالهم كلاب، ناس بيطلعوا بشكل جدا غريب، مثلا وحدة ما بتحلق شعر جسمها أبدا وبتطلع بمنظر جدا مقزز قدام كل الناس، وما حدا بيقدر يحكي لها أي إشي لأنه هناك كتير بيعززوا لهم. What's your type? I prefer older men on the whole. I'm here for like a conversationalist more than anything. Should have some similarities to me. It's more politics and big stuff than it is like we should have the same taste in music. بالله عليكم شو هذا اللي أنا قاعد بشوفه قدام عيني؟ نص شعرها زهري والنص الثاني أخضر، مخلية لحيتها وما قصتها، ومخلية الشنب تاعها، كل إشي أنا شايفه قدامي غلط. What is that? شو هذا اللي أنا شايفه قدامي يا أخي؟ كيف طالعة بهذا المنظر؟ بس طبعا هناك خلص هاي حرية شخصية، أنت بتقدر تطلع هيك وعادي. واضح جدا أنه هذا الإشي مرض، واضح جدا أنه هذا الإشي غلط، وعشان هيك هم بيروجوا على هذا الإشي، لأنهم بدهم الناس تضيع، بدهم الناس ما تعرف شو بدها تسوي. لو الحكومة هناك جد بتحب يعني الشعب تاعها رح تسوي زي ما سووا الصين، زي بأول فيديو شفتوا كيف الأطفال بالصين بالمدارس. هناك في عندهم نظام مش طبيعي، الطفل هناك بيكون عنده أحلام كبيرة، بده يصير إشي كبير، بيعمل أشياء بنظام. من الصغر عنده مواهب، الكبار اللي موجودين بالغرب وبأي مكان تاني ما بيكونوا بيقدروا يسووها. بتلاقوا أطفال صغار بالصين قاعدين بيعزفوا بيانو بشكل رهيب، بيلعبوا كاراتيه باحترافية كبيرة، بتشقلبوا وبيعملوا حركات مش طبيعية، كل هذا لأنه في عندهم نظام. هو طبعا كمان في سلبيات كتير على هذا الشيء، لأنه لما يكون في نظام كتير صارم وقتها بتكون الحرية كتير قليلة، ما في عنده حرية الطفل، ما عنده حرية المواطن هناك بشكل عام مثلا بالصين. بس كمان نفس الإشي عم بيصير بالغرب، ما عندك حرية أنت تحكي رأيك وبدك تتقبل غصبا عنك هاي الناس يلي موجودة قدام وجهك، هاي الأشكال الغريبة جدا. ولازم تتقبل أنه أطفالك يتعلموا هاي الأشياء بالمدارس، ويصير في ترويج بكل مكان، حتى بالسوبر ماركت، بأماكن الأطفال، مثلا عند الألعاب بالأطفال، حتى في ترويج على هدول الناس الفوفو بويز الـ LGBTQ الشواذ. وأنت ما بتقدر تحكي أي إشي، ولو حكيت إشي وقتها هون أنت بتكون واحد عنصري وأبدا مش منيح وبتخسر شغلك. خلينا مثلا نشوف هلأ بالسكشن تاعت الأطفال، بالمكان تاع الأطفال، الكتب تاعت الأطفال بالسوبر ماركت، شو بيبيعوا بالغرب؟ Again, in early learning,
the gay BCs. B is for bi, C is for coming out, D is for drag, E is for equality, of course G is for gay, I is for intersex, K is for kiki, when friends come together to catch up on news, gossip and weather. That's weird. That's what my niece and nephew call me. أنا ما رح أكمل هذا الفيديو، فيه كلام جدا غلط. الكلام هذا أنا ما بدي إياكم تسمعوه بهذا الفيديو، فأكيد الأطفال كمان ما لازم يسمعوا، وهم بيبيعوا هاي الكتب للأطفال. موجود هذا الكتاب عند منطقة للكتب اسمها التعليم المبكر. لو بدك تشتري لابنك كتاب للتعليم المبكر، اشتري له هذا الكتاب اللي اسمه The Gay BC. عشان هيك بيكون في فرق كبير بين الأطفال اللي موجودين بالصين والأطفال اللي موجودين بالغرب، حسب الحكومة. يعني إذا الحكومة بدها تروج على هاي الأشياء الغبية حتروج، ويصيروا الأطفال أغبياء، يطلعوا بهاي المناظر، الأشكال اللي جدا غريبة بالشوارع. واحدة ما بتحلق شعر وجهها وبتربي اللحية والشنب تاعها وصابغة شعرها نص لون والنص التاني لون. وناس بالصين بتلاقي عندهم مواهب مش طبيعية، ما بتصدق إنه ممكن إنسان أصلا يوصل لهاي المرحلة من المواهب. بالمكانين هو ما في حرية، بس أنت شو بتختار؟ هل بتختار المكان هذا يلي لازم تتقبل فيه الوهم، ولا المكان هذا اللي ما فيه حرية، فيه يعني قوانين صارمة أكتر، بس أنت بتطلع إشي مش طبيعي وبس؟ والله أنا شفت هاي الفيديوهات وحبيت أورجيكم إياها، ونشوفكم على خير، فمان الله.